مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج ضيف الاحد ضيف ديالي اليوم هو السيد حميد شباط الامين العام لحزب الاستقلال سي شباط مرحبا بكم اهلا وسهلا وتحيه المشاهدين سي شباط نهايه هذا الاسبوع يوم الخميس في الصباح في مقر حزب الاستقلال وقعت ميثاق ديال المعارضه مع حزب الاتحاد الاشتراكي معارضه الحكومه الجديده حكومه عبد الاله بن كيران واش معركه جديده فتحتوها في وجه هذه الحكومه سي شباط لا هذا الاتفاق اللي هو بدايه التحالف بين حزبين. اولا نتشارك التاريخ، تاريخنا مشترك، تاريخ الحركه الوطنيه. ثانيا لتوضيح للراي العام ان هذا التحالف ليس ضد اي احد، هو تحالف من اجل بناء الغد ومن اجل تقديم للشعب المغربي ثنائي الامل. لان الان ما تعيشه بلادنا من أزمة اقتصادية واجتماعية وأخلاقية واحتقان حقيقي يتطلب البديل إذا عبر هذا التوقيع نقدم للشعب المغربي التاريخ نقدم الشرعية الانتخابية وكذلك نقدم المستقبل اطار برنامج متكامل لانقاذ الاوضاع المترديه في بلادنا من قبل كانت الكتله الوطنيه الديمقراطيه ودابا كان هذا التحالف الثنائي بينكم حزب الاتحاد الاشتراكي وقلت يعني في التصريحات اللي دليت بها في هذاك التوقيع بانه هذا التحالف بدون طرف الثالث اللي كتقصدوا به يمكن التقدم والاشتراكيه ما مصير هذاك الطرف الثالث اللي قلتوا راه اختار واحد الطريق وحده. انه ينضم للحكومه ديال عبد الاله بن كيران واش هذا الطريق اللي خدها الطرف الثالث؟ طريق صحيح بالنسبه لكم ولا هو على خطا؟ لا كل حزب يختار طريقه إذا نحن بالنسبه الينا تتحالف بين حزبين الكتله قامت بدور اساسي في عده مراحل عصيبه من تاريخ المغرب ولكن نعتبر اليوم الظروف تفرض علينا ان نبدا بالتنسيق بين حزبين حزب الاتحاد الشراكي للقوات الشعبيه وبين حزب الاستقلال ولكن انتم قلتوا في يعني في معرض الحديث ديالكم معنا بانه هذا التحالف ماشي ضد شي طرف معين ولكن من قريتوا هذاك الميثاق وانا عليه كترجع بعض المصطلحات اللي كتعني مباشره العداله والتنميه غادي تصحوني يمكن انا خطا من كتقولوا الحزب الظلامي الحزب الرجعي شكون كتقصدوا الحركه لا الشعبيه هي... لا فيما يخص آه الان نحن نتوجه الى الحكومه اننا نحن حزبان اولا نوجد في المعارضه الى جانب الاغلبيه الشعبيه. وهناك حكومه حكومه خصوصا في نسختها الثانيه. الحكومه في نسختها الاولى كان الفشل وكانت الازمه. وحكومه في نسختها التاليه نعتبرها انها من اجل تعميق الازمه. الحكومه الان تنعدم فيها الاخلاق. حكومه غير سياسيه وهذا تراجع خطير في مجال الاصلاحات السياسيه والدستوريه. لان دستور فاتح يوليوز يجعل من هذه الحكومه بعد استحقاقات 25 نوفمبر حكومه سياسيه بامتياز اذا الان سيد رئيس الحكومه عمل على تمييع العمل السياسي عن طريق الان تواجد اغلبيه مطلقه من اللامنتمين او من المطرودين من حزبهم ولهذا هناك تراجع في كل المجالات الاخلاقيه والاجتماعيه والثقافيه وهذا خطير جدا يجب تصحيحه عن طريق هذا التحالف الذي هو في نفس الوقت مفتوح على كل القوى الحيه والديمقراطيه في هذا الوطن مزيان تكلمتوا على هذه الحكومه الجديده ولا النسخه الثانيه ديال حكومه بنكيران اللي غادي نناقشوها بتدقيق قلت ضمت المطرودين من حزبهم كتقصدوا سي محمد الوفا لا وهذا شيء مؤلم لأن في الحكومات السابقة بداية من حكومة تناوب التوافق إلى اليوم لم تشهد هذه أي حكومة مثل ما شهدته هذه الحكومة في نسخته التالية وخصوصا الدستور الذي أعطى صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة في اختيار الوزراء كان عليه أن يختار من داخل الأحزاب السياسية وحزب الاستقلال للتاريخ وللتوضيح للرأي العام أنه قدم بديلا لما طرح قضية التعديل الحكومي اولا في ظل الازمه قلنا يجب ان نشتغل على اقطاب حكوميه ومن هذه خلال هذه الاقطاب الحكوميه نهيئ برنامج ومن داخل هذا البرنامج يكون اقتراح وزراء سياسيين والتخفيض من عدد عدد نسخة 39 يعني وزير انتم بشحال حال اقترحتوا غير باش نكونوا عمليين لا انا أساسي. غادي فين شنو اقترحنا؟ واقترحنا ما بين 11 و15 الوزير ولكن وزير مسؤول وتكون هناك اقطاب قطب اقتصادي وطلبنا بتحمل مسؤوليته ما دمنا اننا كنا نتوفر على وزاره الاقتصاد والماليه ونتحمل مسؤوليتنا واتينا بالبديل قبل مذكره مذكره رفعناها الى رئيس الحكومه فيها انقاذ الوضعيه والازمه الاقتصاديه الحاليه عبر الحكامه محاربه الريع ومحاربه الفساد ولكن رئيس الحكومه اختار حمايه الفساد واختار الريع واختار العمل اللا اخلاقي حينما عين حكومه من 40 وزير ناقص واحد ناقص واحد من كتكلموا الاقتراحات ديالكم كانت فيها الحكامه وتخفيض عدد الوزراء يعني وشفنا هذه السيروره ديال تدبير الازمه من طرف السعب الى بن كيران يعني الحكومه كانت تولى بصفه عامه كانت يعني عايشين واحد الوضعيه ديال الازمه السياسيه يعني كان قدمتوا الاستقاله عن طريق الوزراء ديالكم ودخلوهم في مفاوضات مع حزب الاحرار وصلنا لهذا يعني خذا واحد الوقت طويل انا باغي نسالكم انتم عندكم الجواب علاش مثلا رفض المقترحات ديال الحزب الاستقلال السابق الإله بن كيران وفضل يدخل في هذه المرحله اللي كانت فيها ازمه سياسيه وشفنا دابا النتائج في نوصل لا للتاريخ ودخلنا في الازمه السياسيه منذ تعيين حكومه عبد الاله الاولى يوم 3 يناير 2012 لماذا؟ لان عبد الاله بن كيران يحمل رايا يخالف كل الاراء لا يحاور لا يناقش وأوقف الحوار الاجتماعي وأجهض على كل مكتسبات الشعب ورد حوار مع حزب الأحرار ودار الحكومة خليني تركني أتمم إذا بالنسبة إلى حزب الاستقلال بعد المذكرة الأولى والمذكرة الثانية كان على رئيس الحكومة أن يدعو إلى حوار وإلى مناقشة المذكرتين معا وتصور حزب الاستقلال إحنا في منظورنا من أجل تقليص الوزراء حزب العدالة والتنمية إلى جانب حزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية يشكلان الأغلبية المطلقة داخل البرلمان. ولكن تشبث رئيس الحكومة بعلاقات شخصية محضة. وليس بعلاقة رئيس حكومة. لأنه لا زال يشتغل كرئيس حزب. هي التي أدت إلى ما أدت ممكن إليه. إذا حزب سقلال عنده تصور. ولكن رئيس الحكومة تصور غير تصور الاحزاب الديمقراطيه يعني كتقولوا يعني ما كي... الحقيقيه بغيتوا تقولوا انهم يعني عندكم مشكله في ايصال الراي ديالكم لرئيس الحكومه هو دائما بالراي اللي عنده هذا الشيء اللي كتقولوا طبيعه الحال يعني لماذا إيه إيه... نقول ذلك لان حزب الاستقلال ما كانش راغب في المناصب حزب الاستقلال لا يريد الكراسي حزب الاستقلال يريد الامن والاستقرار لهذا الوطن عن طريق تنفيذ برامجنا الانتخابيه اولا البرنامج الحكومي لما تنفذ فيه ولا شيء وثانيا برامجنا الانتخابيه التي اعطتنا المواقع التي تحملناها وهي الصف الاول لحزب العداله والصف الثاني لحزب الاستقلال الصف الثالث للحركه الشعبيه مي مي نحن ت... بالنسبه الينا ما دمنا ت... اننا لم نحقق هذه البرامج للشعب المغربي فضلنا ان نكون الى جانب الشعب المغربي في صف المعارضه مين كتكلموا على الحكمه داخل هذا العمل وداخل هذه الحكومه أه كتشوفوا مثلا أه بانه كاين ثلاثه ديال رؤساء الاحزاب السي... اربعه ديال الامناء العامون او ديال رؤساء الاحزاب السياسيه اللي مشاركين في هذه الحكومه وباقيين على الصفه ديالهم ولا عندهم دي في الصفه كوزير وايضا كامين عام ديال الحزب ديالهم داخل هذه الحكومه شنو الراي ديالكم يعني في جمع هذه الصفتين واش يعني هذا مزيان للعمل الحكومي او يخلق كي كيخلق واحد الضبابيه وكي تناقض مع الحكمه اللي كان تمشي هذه الحكومه لا هو نتكلم على حزب الاستقلال حزب الاستقلال في منظوره والاتفاق الذي حصل في المؤتمر السادس عشر الذي كان مؤتمر تميز وان الامين العام شيء وتحمل المسؤوليه في الحكومه شيء اخر اذا اختار الامين العام ان يكون رئيسا للحكومه او وزيرا يجب عليه ان يتخلى على منصب الامين العام ليظل الحزب في اشعاعه لأن العمل الحزبي هو عمل يومي وليس عمل موسمي ولكن لا يمكن ان, أن اناقش الاخرين لان هذا اختيار أنا لا من المسائل التي اثرت على الاحزاب السياسيه وعلى مردوديتها واعطتنا العزوف السياسي العزوف في الانتخابات هو تحمل المسؤوليه من طرف قيادات الاحزاب داخل الحكومه وتخليها على المسؤولية التاريخية اللي هي قيادة أحزابها والتواصل وإتقان سياسة القرب مع المنخرطين ومع الشعب المغربي مع كامل الأسف أنا كأمين عام للاستقلال لا يمكن أن يكون أن أكون وزيرا وفي نفس الوقت أن أكون أمينا عاما لحزب لحزب الاستقلال. نشوفوا أه أنتم وجهتم مؤخرا مجموعة ديال الانتقادات لهذه الحكومة في النسخة الثانية، تكلمتوا أيضا ولكن ماشي باستفاض أنا كرر لكم السؤال وجود الوزراء الغير المنتمين او ما يسمى بالوزراء كاين اللي كيقول لك هذوك في نهايه المطاف وزراء هذوك مغاربه بحالنا بحالهم ما, ما ما يمنع انه يكون وزير مغربي وخا ما متجنس انه يشارك معنا في هذه الحكومه إلا كان فيه خير للبلاد نعم نحن امام دستور جديد وتنزيل الدستور لابد ان نحرص عليه جميعا فيما يخص مغاربه كلنا مغاربه ولكن من اجل أن نخلق جوا تابع للإصلاحات السياسية اللي قام بها الملك والشعب وكان نموذج المغربي حاضر بقوة في كل المنتديات الدولية إذا هذا النموذج يجب إنجاحه لا يمكن أن نعود إلى الوراء لحكومة التقنقراط عشنا 60 سنة بعد استقلال اليوم في حكومة التقنقراط وأحيانا حكومات سياسية ولكن اليوم يجب أن تكون حكومة سياسية مسؤولة. لأن الدستور الجديد أتى بفصل مهم جدا. هو ربط المسؤولية بالمحاسبة. اليوم الشعب المغربي من سيحاسب؟ سنحاسب رئيس الحكومة على فعلته. لأنه إجرام في حق السياسة وفي حق السياسي والمغاربة. عليهم جميعا أن يختاروا ما بين الأحزاب السياسية وينضموا إلى الأحزاب السياسية. لتغيير من داخل الأحزاب السياسية. ولما يتغير الامر داخل الاحزاب السياسيه عن طريق الديمقراطيه الداخليه سنغير على تدبير الشان العام انطلاقا من الايه الكريمه لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. باش نكون باش يعني واحد المثال تطبيقي مثلا الى السيد محمد الوفاه الوزير في هذه الحكومه الجديده يعني حنايا مثلا ولا مجموعه ديال المواطنين ما كانوش متفقين معاه في السياسه ديالو شكون اللي غادي يحملوا المسؤوليه في نهايه المطاف واش غادي يحملوها السي محمد الوفا اللي ما عنده حتى شي حزب من مرأة او لا السي بن كيران والحزب العداله والتنميه اللي احتضنوا داخل هذه الحكومه مسؤوليه التعيين ومسؤوليه النتائج يتحملها رئيس الحكومه اللي هو في نفس الوقت امين عام حزب العداله والتنميه والعداله والتنميه التي راهن عليها الشعب المغربي في استحقاقات 25 نوفمبر خاب ظن الشعب المغربي في تدبير أمين عام الحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الحالي الذي لا زال يشتغل كرجل دعاوي وليس كرجل دولة كاين اللي كيقول مع كاي كامل, كامل الاسف بعض المحللين السياسيين كيقول لك بانما السيد عبد الاله بن كيران احتفظ بالسي محمد الوفا باش يقلقكم لا هو الاحتفاظ باي شخص كيفما كان تم طرده من حزبه على اثر عدم التزامه بمقررات الحزب يعني خان مبادئ الحزب هذا جريمه ارتكبها الاخ عبد الاله بن كيران في حق السياسه والسياسيين وفي حق الوطن لانه الوطن لا يسع الا للوطنيين الشرفاء المؤمنون بقضاياهم الكبرى والمؤمنون بالعمل السياسي لان العمل السياسي هو الوحيد أحسن. الذي يمكن ان يخرجنا من الازمات مشروع قانون الماليه اللي كتدارس دابا في البرلمان احنا مجموعه ديال التصاريح اللي كتفاجئ شويه المتتبعين السياسيين حسب تقدم الاشتراكيه على لسان الامين العام ديالو السي نبيل بن عبد الله كيقول احنا ما شاركناش في صياغه هذا المشروع قانون الماليه وغادي نمشيو للبرلمان وغادي نحاولوا نقدم نقدموا تعديلات يعني بحالهم بحال حزب المعارضه حزب الأحرار توكي يقول لك ما شاركناش في مشروع قانون الماليه وغادي حنا نحاولوا نقدموا تعديلات لان هو في نهايه المطاف شنو هو مشروع قانون الماليه يعني هو الناس يكون عندهم برنامج حكومي كيترجموه بالارقام في مشروع قانون الماليه اذا هذه الاحزاب اللي ما صاغتش مشروع قانون الماليه وشنو كانوا كيديروا في المفاوضات من اجل تشكيل الحكومه وهذا تيدل كما قلت في البدايه على ان هناك تعميق للازمه من طرف هذه الحكومه. هذه الحكومه بتشكيلتها وبأعضائها الذين لا ينتمون لاي حزب سياسي، لان الحزب السياسي ملتزم امام الشعب بالبرنامج الذي قدمه اثناء الانتخابات التشريعيه الاخيره. لا يمكن الا ان تاتي بقانون بمشروع قانون مالي في هذا المستوى وشكون صاغ هذا المشروع المالي الى ما دارتوش الاحزاب السياسيه شكون دار هذا المشروع المالي انا يمكن ناخذ تصريح حزب التجمع الوطني الاحرار بالجدي. لانه كان حزبا في المعارضه كان على حكومه عبد الاله بن كان في نسختها الثانيه ان تاتي ببرنامج حكومي بديل ما دمنا اننا احنا لم نتشبث بهذا البرنامج كنا في الاغلبيه واصبحنا في المعارضه لماذا لاننا ما نفدناش البرنامج مع حكومه نوليو الحكومه الجديده اذا اما فيما يخص سي بن, بن عبد الله اظن انه رد فعل لان اليوم مع كامل الاسف تنعطيو صوره للشعب المغربي على ضعف الاحزاب السياسيه وتشبت المسؤولين والقاده الكبار ومنع العامون بالمناصب لان ما نشهده اليوم من خلاف بين امينين عامين لحزبين عريقين على كرسي مؤلم ومؤلم حزب الاستقلال اختار الشعب على الكراسي ولهذا لا يهمنا تصريح نبيل بن عبد الله نبيل بن, بن عبد, عبد الله هذا رد فعل طبيعي اظن ديال واحد الانسان متشبث بالكرسي كتقصدوا يعني هذا المنصب ديال وزاره السكنة والتعمير وعدد التراب الوطني أه وسياسة المدينه اللي تقسموها جوج ديال الامناء العامون غير باش هكا للمواطن باش لا واضحه سي محمد العنصر اللي كان وزير الداخليه وصبح وزير التعمير وإعادة التراب الوطني وسي نبيل بن عبد الله اللي بقى محتفظ غير بمرفق وزارة السكنة وسياسة المدينة بالنسبة لكم هذا فشل ديال هاد الحزبين في هذه الحكومة الجديدة لأن المتتبعين السياسيين كيقول حزب الأحرار هو اللي استفد من هذه إعادة تشكيلة جديدة شوف أولا حنا اللي بغينا يستفدوا هو المغرب وليس حزب معين ليست الاستفادة بالكراسي الحكومية يا أخي كنت في المعارضة أو في الحكومة يجب أن أقدم البدائل وأن أنقذ الوطن وأن أجعل من بلدي بلد ينعم بالاستقرار عن طريق تلبية مطالب الشعب المغربي هذا واحد الاستقلال بالنسبة لمن يتحمل المسؤولية هو رئيس الحكومة كذلك الأحزاب السياسية عبر أجهزتها المقررة هي التي يجب أن تقرر في مثل هذه التشكيلات وما يمكن أن نقول إلا الآية الكريمة فيما حصل في تشكيلة الحكومة في الثانية الى قولوا تعالى: "إذا أصابتكم مصيبة قولوا إن لله وإنا إليه راجعون"، صدق الله العظيم. بالإضافة لهذا المشروع القانون المالية اللي يوصفه الناس بمشروع قانون المالية ديال التقشف، يعني ميزانية ديال التقشف، أزمة سياسية كيعيشها كي العالم وكتنعكس على المغرب أيضاً سلباً، كاين وهذه واحد الحاجة اللي جديدة ما وقعت في تاريخ الحكومات المغربية، هاد نهاية الأسبوع في 30 أكتوبر الوزارات المغربية توصلت بإشعار بتوقيف الاستثمارات الجديده الحكوميه يعني باضافه ال15 مليار ديال الدرهم اللي توقفت الاستثمار هذه واحد بضعه اشهر دابا قبل ما ننهيو السنه الماليه الحكومه تطالب جميع الوزارات باش يوقفوا الاستثمارات الجنية الجديده يعني فلوس ما غاديش تضخ في الاقتصاد الوطني كيفاش كتشوفوا المستقبل ديال هذه البلاد واجتماعين على ضوء هذه القرارات وفي انتظار مشروع قانون الماليه اللي سميناه يعني مشروع قانونيه ماليه التقشف في تصورنا داخل حزب الاستقلال يجب ان نستفيد من الازمات التي تعيشها دول الجوار ان على مستوى السياحي او الاقتصادي او الاجتماعي او القلاقل المتواجده داخلها نستفيد في عده مجالات لان لا بد من ذكر المقوله الشهيره مصائب قوم عند قوم فوائد الازمه العالميه الماليه يجب ان نستفيد منها وذلك بتحريك عجله الاقتصاد وذلك بخلق ثوائد ثروات حقيقية من أجل إيجاد الشغل المعطل ومن أجل إيجاد السكن لمن لا سكن له ومن أجل تعليم وتربية أبنائنا ومن اجل حمايه اجتماعيه لشعبنا الحكومه ما عندناش الفلوس ما عندناش الفلوس الميزانيه الحكومه ليس لها اراده في الاصلاح الحكومه تقول ما لا تفعل حنا بغينا الفعل ما بغيناش القول الحكومه دائما تاتي ب, ب... ب... بنماذج لا... ما يمكنش الانسان يقبلها اليوم حكومه تتكلم عن عن التماسيح وعن العفاريت وما الى ذلك في حين كان على رئيس الحكومه ان ينكب على برنامج انقاذي وبرامج استعجاليه وبرامج من اجل النهوض بالاقتصاد لان التنميه هي اللي غتحل اشكالتنا اشكالياتنا اذا شنو التعليق ديالكم على توقيف الاستثمارات انا و... تعلقنا 1 نوفمبر تعليقنا واضح كنا ضد اولا حذف 15 مليار الاولى من الاستثمارات العامه لان الاستثمارات هي اللي غتضخ الخدمات هي اللي غتدخل الشغل المعطلين هي اللي غدير التنميه هي اللي غتقوي القدره الشرائيه للشعب المغربي اليوم تنتصدموا كذلك بتراجع خطير فيما يخص الغلاف المالي المخصص للاستثمارات وهذه اول مذكره في تاريخ المغرب منذ الاستقلال اليوم تبعثها رئيس حكومه الى وزرائه ليقول هذه اشاره ايجابيه ولا سلبيه حوالي من 15 حتى <applause> 20 مليار الرقم ما نضبطش ولكن الحد الادنى هو 15 مليار درهم هذا 15 مليار درهم بالنسبه لي 15 مليار درهم الاولى غير باش نحاولوا حوالي 300 الف من المعطلين هذه اشاره بالنسبه لكم ايجابيه ولا سلبيه للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في البلاد اشاره خطيره جدا هذا اعدام ديال ديال الاقتصاد المغربي هذا اجهاض على مكتسبات الشعب المغربي بالاضافه للمذكره اللي بعثها لكل الوزارات لتوقيف الترقيه الاستثنائيه هذه السنه توقيف وتجميد الاجور الزيادة في الضرائب حتى في الملح وحتى في جميع في الفلاحة على الفلاحة على الصيد البحري، معنى هذا لما غادي نزيدوا ضريبة على الفلاح، الفلاح غادي يزيد على في المواد الأساسية اللي هي الخضر واللي هي الفواكه واللي هي الدقيق واللي مختلفة، المستهلك هو الذي سيؤدي الثمن غاليا. في هذه هذه انتم ايضا مسؤولين على واحد النقابه مهمه في البلاد ويعني في اطار العلاقات ديالكم مع النقابات الاخرى العماليه داخل الوطن. واش كاين حوار على تصعيد او لا على خروج النقابات في مواجهه هذه الاجراءات اللي كتصفونها انتم بالسلبيه والخطيره. اولا الرئيس الحكومه لا يؤمن بالحوار ولا يؤمن بالنقاش. كنا نطالب بمأسسه الحوار الاجتماعي. في حين أن تم إغلاق نهائي الحوار الاجتماعي في عهد هذه الحكومة وأنا داخل الحكومة كحزب طرحنا على رئيس الحكومة مسألة الحوار الاجتماعي ماذا أجابني؟ قال قال لي بالحرف ما دامت أن النقابة خرجت في مسيرة وتنتقد الحكومة لا يمكن أن أفتح لها باب الحوار إذا هذا رجل لا يؤمن بالحوار ولا يؤمن بآلية الحوار كيف ان نتحدث عن الحوار الاجتماعي وقد استفدنا في الحكومات السابقه من الحوار إذن الاجتماعي اذا شنو شنو, شنو شن العمل كنقابات ولكن اليوم شنو غتعمل هذه النقابات اذا شنو غتعمل هذه النقابات والنقابات الان مع كامل الاسف الحركه النقابيه اظن انه عليها اليوم ان تتوحد اكثر وان تتفق حبل برنامج ومطالب متفق عليها من طرف المركزيات النقابيه الجاده من اجل مواجهه هذا المد لان ما يسمى بالاصلاحات داخل هذه الحكومه هي افساد لكل العمليات وتراجع المكتسبات ديال الشعب المغربي العامله تكلمت على الحكمة داخل في العمل السياسي بصفه عامه كريم غلاب رئيس مجلس النواب ما يمنع السي كريم غلاب اللي انت من الحزب ديالكم انه يقدم الاستقاله لان دابا الحكومه والاغلبيه ما بقاتش الاستقلال متواجد فيها، علاش ما يقدمش الاستقاله دياله؟ اعطينا المثال تانتما في الحكمه. رئيس الغرفه الثانيه توا من المعارضه. الدستور واضح. هناك ولايه تمتد لنصف الولايه التشريعيه ويتم انتخاب الرئيس الجديد. شهر أبريل المقبل إذا كانت الأمور غادي بطريقة عادية دابا الأمور ما غاديش بطريقة حكومة لا جديدة أغلبية جديدة لا هذا دستور هذا قانون هذا قانون نخرقوا القانون من أجل ترضية أي أحد إذا نحن بالنسبة إلينا البرلمان شيء والحكومة شيء آخر ولهذا بالنسبة إلينا لا نتفاوض من داخل من أجل رئاسة البرلمان قدر ما أننا نتفاوض حول مناصب حكوميه اذا التفاوض حزب الاستقلال مع المناصب الحكومي. من اجل المناصب الحكوميه كان من اجل انجاح تجربه ومن اجل انقاذ الوطن ولم يكن سيد من اجل كراسي معينه سيد, سيد رئيس حكومه عبد الاله بن كيران ايضا الامين العام ديال حزب العداله والتنميه كيصرح دابا في بعض القنوات الفضائيه بان الحزب ديالو العداله والتنميه ما عنده حتى شي علاقه مع الاخوان المسلمين وبانه ماشي حزب اسلامي هو حزب سياسي ولكن انتم في ديال دي المعارضه مازال كتقولوا هذا حزب ظلامي وانتم صرحتم مجموعه ديال المناسبات بان هذا حزب يعني ديني وحزب اسلامي وعنده علاقه مع الاخوان المسلمين لا اولا هناك تضارب في التصريحات بين قاده هذا الحزب نائب رئيس حركه الاصلاح والتوحيد في تصريح علني قال بالحرف ان هناك فرع يقوم بالدور السياسي هو حزب العداله والتنميه لفائده حركه الاصلاح والتوحيد حركه الاصلاح والتوحيد تحضر كل الاجتماعات ديال التنظيم الدولي الاخواني على المستوى العالمي وتاخذ قراراتها داخل الوطن اللي هي قرارات بالنسبه خارجيه لا هذا قرارات خارج خارجيه من مش اجل الاستحواذ ومن اجل خلق الفتن في كل الدول العربيه السؤال الاخير متفائلين في هذا العمل ديال الحكومه واش ما يعني واحد الوقيته واحد الفرصه انها تبين لكم يمكن شي حاجه ايجابيه يعني ما لا. تنزلوش عليها وتنتقدوها قبل ما تبدي الخدمه ديالها السي لا عملنا السياسي راه واضح عمل المحارضه واضح وعمل الاغلبيه واضح هذه الحكومه هي التي يجب عليها اليوم ان تبرهن جديتها للشعب المغربي وان تعمل على تحقيق ما وعدت به الشعب المغربي في الاستحقاقات الاخيره وبذلك لن يكون اي دور ايجابي للمعارضه، ما دامت ان الحكومه ورئيس الحكومه هو الذي يعمل ضد حزبه وضد حكومته فهذا شيء نعتبره اساسي ولكنه خطير في نفس الوقت، لان رئيس الحكومه يجب ان يشتغل كرئيس حكومه وليس كرئيس حزب، يجب ان يشتغل كرجل دوله وليس كرجل تنظيم. لرافضوا الشعوب العربية والأمازيغية في كل دول العالم وفشل في تدبير شؤون كان هذه الدول و... واستغل الربيع العربي بامتياز كان شكركم حميد شباط اللي كنتم ضيف ديال الأحد ديالنا هذا الأسبوع وسي حميد شباط الأمين العام ديال حزب الاستقلال لوين وين عاد نذكرها اظن <applause> أن الجميع يعرفكم كان إخواني أخواتي أقول لكم إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج ضيف الأحد مع السلامة إلى اللقاء إن شاء الله